هنا حنصور واحد مخطط، ممكن نفتح هنا عشان بس نشوف المخطط عشان الناس يعرفون. طبعا هذا دليل المخططات، لو جينا هنا ابو عبد العزيز على المخطط هنا بالله تورينا وين طريق الصورة اللي فوق، وين طريق الدمام، هنا هنا طريق الدمام، هذا طريق الدمام. هنا نيجي هنا الصورة اللي بعدها، الصورة هذه اوضح اللي فيها المخططات. بالله احد يأشر على خط الدمام في الصورة اللي تحت تحت عشان بس يبان. هذا طريق الدمام وهذه المخططات. المخطط المظلل هذا اللي هو مخطط رقم 31-30، كل مخطط يجي بالشكل هذا. في المربع يجي في نص المخطط في مرافق عامة، ويجي على شوارع ثلاثينية هذه وحدائق. الوصل الصغيرة هذه تشوفونها قطع أراضي. طبعا هذا مخطط قطع الأراضي كلها ستاندرد 900 30 في 30. نيجي نقرب، نيجي هنا على سبيل المثال وش في هنا، مبنى مدرسة ابتدائي، حدائق مساحات خضراء. نيجي هذه مدرسة متوسطة ثانية، هذه ابتدائية. أول كان عندنا ابتدائية الظاهر أنها ابتدائية أولاد، وهذه ابتدائية البنات. شوف هناك بنين، أيوة البنات هذه، أيوة هذه البنات. حدائق مرافق عامة، بعدين متوسطة هنا أنا أشوف بعد متوسطة بنين. فالفكرة طبعا أنت وحظك، ابتدائية بنين، أنت وحظك يجي شارع على شارعين، واجهة جنوبية واجهة غربية، كل هذه بالحظوظ أو بالواسطة. العموم هنا مبدئيا نقدر نقول المخطط هذا أنت عايش بشكل غير طبيعي. نرجع للصورة هذه المظللة اللي توضح المخطط بين المخططات، أصبح قبيل مخطط وزارة الإسكان حيكون قبيل الإسكان، وجميع المخططات الجديدة اللي حيشتغلوا فيها الحكومة اللي يبنوها للشعب الفلل للمواطنين، فسوى انتعاش المخطط هذا. المخطط هذا الآن آخر ما سيم قطعة فيها الآن، وحنا في المكتب 175، فنقدر نقول ما حتاخذ أي قطعة في المخطط هذا أقل 175. مع العلم في عندنا عروض على أراضي أقل قيمة، بحيث أن الشارع حقها 15 ومعروضة ب 220. نعرض 220، أبي 220 110 و 100 شو اسمه 120 و120 على 450 ما تجيب، ما تجيب. بس أنا هذا عرضي ماسكه، انباع هذا 75 وبعدين يصير هذا المعروض عندك هذا السعر، يطلع السعر هو في مبيعات مصورة ولا لا؟ خلاص وقف، تعال تعال تعال.